الكونتنت رقم 2 في البوبليتية الفصة هو التيبيال نيرف، والاسم القديم بتاعه الميديال بوبليتيال نيرف. في هذا الدياجرام اذا حاولنا ان احنا نتكلم على الخريطة الجغرافية لهذا الدياجرام، فهنجد الابر لاترال باوندري او بوبليتيال فوسا از فورمد باي ذا بوبليتياس. الابر ميديال باوندري لهذه الفوسا مكون من العضلات الاتية: السيمي دينوزس، تحت منها السيمي ممبرينوزس. الادكتور ماجنس مش باينة لانها تحت السيمي ممبرينوزس، ثم ادي الجراسيلس ومش باين السرتوريس لان الاسكين لسه مازال موجود. في هذه الرسمة كان المشرح باعد التو هيدز اوف جاستروكنيميس عن بعض، ادي اللاترال هيد اوف جاستروكنيميس وديت الميديال هيد اوف ذا جاستروكنيميس، بعدهم عن بعض عشان يوضح اللي تحتهم. اللي تحتهم عضلة كبيرة هي اسمها السوليوس، ودي العضلة اللي مي بي ابسنت اسمها البلانتيرز، ودي العضلة اللي اسمها البوبليتيس. النيرف بتاعنا هيمشي بين هذه العضلات بالكيفية اللي انا هحكي عليها حالا. قبل ما احكي عن الكيفية لابد ان انا احط الاربعة هيدلاينز الاساسية عند الكلام عن اي نيرف او ارتري او فين او لمفاتيك تيوب. فالاربع نقاط الاساسية شملت التالي: البيجينينج اللي هو الاوريجين، الاند اللي هي الترمينيشن، الكورس اند ريليشنز اللي هو المسار وعلاقته بما حوله من structures، ثم البرانشز. ديت هي الاربع نقاط الاساسية. فاذا اتكلمنا على البيجينينج هنقول ان التيبيال نيرف او الميديال بوبليتيال نيرف هو it is the larger of the two terminal branches of sciatic nerve. المكان اللي ابتدى عنده عند الميدل اوف ذا باك اوف ذا ثاي، مكان دخوله للبوبليتيا الفصة من عند الابر انجل المحصورة بين ذا بايسبس فيموريس لاترالي ومجموعة العضلات اللي على الميديال سايد ميديالي. ده مكان دخوله. نهاية التيبيال نيرف كانت عند اللور، يعني الديستال بوردر للعضلة اللي اسمها البوبليتياس، وهناك كان التيبيال نيرف بيكمل طريقه مغيرا اسمه من تيبيال او ميديال بوبليتيال الى بوستيريور تيبيال ويدخل للليج. هذا النيرف مكان نهايته عند اللور بوردر اوف بوبليتياس، كان عند اللور انجل بتوين ذا تو هيدز اوف جاستروكنيمياس. هيمشي يقسم البوبليتيا الفصة الى تو هافز، لاترال هاف وميديال هاف. الكورس اند ريليشنز اوف تيبيال نيرف. التيبيال او الميديال بوبليتيا النيرف كان ماشي في البوبليتيا الفصة بأجزائها الثلاثة: الأبر بارت والميدل بارت واللور بارت، أو أبر بارت ولور بارت. في الأبر بارت كان كفرد باي ذا هامسترينج ماسلز. الهامسترينج ماسلز اللي هما البايسبس والسيمي تندنوزس والسيمي مبرونوزس كانوا مغطيين وكانوا دفنين وكان مدفون بينهم. هذا النيرف وهو ماشي في الابر بارت كان زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات كان ماشي على اللاترال سايد للبوبليتيا الارتري. اما في اللور بارت، ناخد الميدل بارت الاول. في الميدل بارت كان النيرف ماشي فوق هنا بمعنى سوبرفيشال، بمعنى بوستيريور للبوبليتيا الارتري والبوبليتيا الفين زي ما وضحنا ايضا في الدرس اللي فات.
أما في اللور بارت أوف ذا بوبليتيال فوسا كان هذا النيرف مغطى بالتو هيدز أوف جاستروكنيميوس وكان يقع على الميديال سايد أوف بوبليتيال أرتري أند بوبليتيال فين. دي كانت علاقات التيبيال نيرف بما حوله من استراكشرز بتمثل الكونتنتس او الباوندريز اوف بوبليتال فوس. البرانشز اللي بتخرج من التيبيال نيرف هنقول ثلاث مجموعات من البرانشز. المجموعه الاولى هي الماسكولار برانشز، الاعصاب اللي رايحه تغذي عضلات، والعضلات اللي في المنطقه دي كانت شملت التالي: التو هيدز اوف جاستروكنيميوس، ثم السوليوس والبلانتارز والبوبليتياس ماسل. بس عاوزين نقول ان النيرف اللي كان رايح له البوبليتياس بيعمل هوك، بيشكل هوك حوالين اللور بوردر اوف بوبليتياس ويغذي هذه المصل من الاندر سيرفيس بتاعها. طيب الجروب التانية من البرانشز اللي خارجة من الميديال بوبليتيال نيرف يسموها جينيكولار برانشز. جينيكولار برانشز يعني ارتيكولار برانشز تو ذا ني جوينت. هذه الارتيكولار او الجينيكولار برانشز هتغذي الاستراكشرز اللي قاعده في الني جوينت، والني جوينت دي مليانه استراكشرز، كارتليجز وليجامنتس وممبرينز اللي هيغذيهم النيرفس التلاتة اللي اسمهم جينيكولار برانشز: سوبيريور ميديال جينيكولار، انفيريور ميديال جينيكولار، وميدل جينيكولار. اما الكيوتينيوس برانش، الكيوتينيوس برانش اللي كان خارج من التيبيال نيرف ده كان بيسموه شورال نيرف. الشورال نيرف ده قسمين اتنين، في شورال نيرف الاساسي اللي خارج من التيبيال، وفي شورال نيرف خارج من نيرف اخر اسمه الكومن برونيال. الاتنين بيتحدوا مع بعض وبيكونوا اليونايتد شورال نيرف، وهذا النيرف يمشي بتوين ذا تو هيدز اوف جاستروكنيميوس ويغذي السكن اوف ذا ليج بس عند اللور ثيرد اوف ذا باك اوف ليج، ويصل حتى اللاترال سايد اوف ذا فوت. ده الكيوتينيوس برانش اللي هو المجموعه الثالثه من البرانشز اوف ذا تيبيال نيرف. النيرف اللي بعد كده اسمه الكومون برونيال، ده الاسم الحديث، اما الاسم القديم فهو اللاترال بوبليتيال نيرف. اللاترال بوبليتيال نيرف، هذه الخريطه لمنطقة البوبليتيال فوسا موضح فيها التالي: ادي البايسبس ماسل، البايسبس فيموريس ماسل، وادي المصل ديت اللي اسمها السيمي تندونوزس، وقاعد تحت منها السيمي ممبرونوزس، وكانت المصل دي اسمها الجراسيلس، والسرتوريس باينه من وراها من هنا. الجراسيلس اهي، ولما ننزل معاها تحت اهي، ادي الجراسيلس، ومن هنا كانت السرتوريس. البايسبس كانت بتشكل الابر لاترال باوندري اوف بوبليتال فوس، كل مجموعه الماسلز دي كانت بتشكل الابر ميديال باوندري، ومن هنا كانت تو هيدز اوف جاستروكنيميوس، ادي اللاترال هيد ودي الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس. ده كان التيبيال نيرف اللي هو الميديال بوبليتال نيرف المسمى القديم بتاعه. اللاترال بوبليتال نيرف اهو، اللاترال بوبليتال اللي هو الكومن بيرونيال نيرف. ايضا لما نيجي نتكلم عليه لازم استوفي الكلام عن الاربع هيدلاينز: الاوريجين او البيجينينج، الاند او الترمينيشن، الكورس اند ريليشنز، ثم البرانشز. طيب البيجينينج، ذي كومن برونيال نيرف اللي هو اللاترال برونيال نيرف از ذا سمولر ديفيجن اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف سياتيك نيرف، مكان خروجه عند الميدل اوف ذا باك اوف ذا سايد. هنا مكان دخوله للبوبليتيا الفصه من عند الابر انجل زيه
زي التيبيال نيرف. نهاية الكومن برونيال نيرف كان عند اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف فيبيلا، وهنا بيتفرع لفرعين اتنين. الفرع الاول اسمه انتيريور تيبيال او ديب برونيال، والفرع التاني اسمه ماسكولوكيوتينياس او سوبرفيشيال برونيال، وهنتكلم عنهم لاحقا باذن الله. الكورس اند ريليشن اوف ذا تيبيال نيرف اوف ذا كومن برونيال نيرف. The common peroneal nerve runs at the lateral side of the pubital fossa. هيدخل من الابر انجل اوف ذا بوبليتال فوس. هيمشي على الميديال سايد اوف ذا بايسبس فيموريس مسل حتى يصل الى اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف فيبيلا، ودي بيسموها الدينجرس اريا اوف ذا فيبيلا، وبيتفرع عندها الفرعين. من الملاحظ لهذا المسار ان هذا النيرف لم يجد الا مصل واحده فقط يمشي جنبها هي البايسبس، اما التيبيال نيرف فكان ماشي ان بتوين 5 مصلز. طيب النقطه الرابعه في الكلام عن اللاترال بوبليتال اللي هو التيبيال نيرف هي البرانشز. هنقول ان هذا النيرف زيه زي اي ستراكشر في الحياة، المحروم من الحنان لا يعطي الحنان. هذا النيرف كان اتحرم من عضلات يمشي جنبها الا البايسبس، والبايسبس حتى فضلت السياتيك نيرف اخدت منه. فمن هنا هذا النيرف لما يقعد عنده المقدرة ان يدي ماسكولار برانشز، ماسكولار برانشز اللي هو البرانشز الحنينة، ما عادش بيدي برانشز. فعشان كده نجد ان نو ماسكولار برانشز ارايز فروم ذا كومن برونيال نيرف. النوعين التانيين من البرانشز اللي هما الجينيكولار برانش والكيوتينيوس برانش. الجينيكولار برانشز اللي هي البرانشز اللي رايحه للني جوينت. الني جوينت يعني ايه؟ يعني الاستراكشرز انسايد ذا ني جوينت، من اول الكبسول والساينوفيال ممبرين والليجامنتس والكارتليجز اللي بتشكل الكومبوننتس اوف ذا ني جوينت، هتتغذى عن طريق ثلاثه نيرفز: سوبيريور لاترال جينيكولار وانفيريور لاترال جينيكولار وريكارنت جينيكولار. الكوتينس برانشز يعني البرانشز اللي رايحه للسكن، فكان اهمهم الشورال كوميونيكيتنج نيرف. هذا الشورال كوميونيكيتنج نيرف كان بيتحد مع الشورال نيرف البرنسبل اللي جاي من التيبيال، والاتنين مع بعض بيكونوا يونايتد شورال نيرف. قلنا من شويه ده اللي كان مشي بتوين ذا تو هيدز اوف جاستروكنيميوس، وراح مش في الفرو، في التجويف، في الفراغ، في الشق اللي بينهم، ويصل حتى الفوت، يغذي السكن اوف ذا لور وان ثيرد اوف ذا باك اوف ليج واللاترال بارت اوف ذا فوت. ده كان الشورال كوميونيكيتنج نيرف. الا ان هناك نيرف اخر بيظهر في هذه المنطقه اسمه لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. هذا النيرف كان بيغذي اللاترال سايد اوف ذا ليج.